هكذا يصد الطيران الحربي محاولة قلب الواقع الميداني في ميدي، الميناء الذي انتزعته قوات الجيش الوطني من قبضة الميليشيا في يناير الماضي. هنا يصبح أمن الميناء مرتبطا بأمن المنطقة الغربية والشريط الساحلي لليمن. فعلى بعد كيلومترات من معقل الميليشيا في صعدة كما في قلب ميدي أو على بعد مسافة قصيرة من حرض، ليس تفصيلا في تاريخ المنطقة المتروكة تاريخيا للتهريب. على أن ميدي كان أحد منافذ تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي خلال مواجهات الحرب السادسة وما بعدها، وتكمن أهميته في كونه متاخما للمياه السعودية الإقليمية. شكل حسم معركة ميدي بداية رسم معالم جديدة في الخارطة العسكرية، وفي هذه الأيام تحديدا تشكل العملية بوصفها بداية لانتزاع كامل الشريط الساحلي الغربي، وتمهيدا لتقدم قوات الجيش الوطني بمحافظات حجة وصعدة وعمران وصنعاء وباتجاه ميناء الحديدة على الخط الساحلي جنوبا. في الواقع تبدو جبهة ميدي مفتوحة من الجهة الجنوبية الشرقية المتاخمة لمديرية حرم، لكن وقائع الميدان تقلل من احتمال تمكن الميليشيا من التسلل إلى المنطقة مجددا، نظرا لتركيز الجيش الوطني وطيران التحالف على صد أي هجوم أو تسلل محتمل. أما في المعطيات العسكرية فتتحكم القوات الجوية للتحالف بمفاصل الميدان، فيما اتسعت رقعة الحضور العسكري لقوات الجيش على الشريط الساحلي الغربي.